اتعلمت بقى الشغلانه ديت من اكتر من 40 سنه، طول عمري واقف على الصينيه البلد اللي انت شايفها ديت. اساسا كنت الواحد ساعات كان بيقعد بال 24 ساعه عليه، وهي شغلانتي عامه هي مواسم بس بتيجي في رمضان، ويعني الحمد لله بفضل ربنا ربنا بيرزقنا يعني وبيكرمنا فيها يعني، وباذن الله يعني ناوي اعلمها البنات والصبيان يعني على اساس اللي هي ايه الشغلانه بتاعتي تدوم على طول. كنافه حمد الكنفاني لا يعلى عليها، بتروح الحمد لله فضل ربنا بتروح ايطاليا وبتروح الامارات وبتروح الكويت ومصر واسكندريه، يعني الحمد لله برضا ربنا علينا اسمنا مسمع في كل مكان، وبمشيئة الرحمن يعني اللي احنا اساسا انا مش هسيب اي عيل او عيلة من عيالي الا لازم اعلمهم المهنة لاجل يحافظوا على الاسم بتاع ابوهم. 10 سنين على البلد دي ما اشتغلش حاجة الا هي، تمام. الموسم دلوقتي بدأ اهو حاليا، يعني الحمد لله يعني الشغل بدأ يشتغل شوية، لان الدنيا بتبقى جميلة يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، يعني انا عم حمدي هو اللي معلمني هنا بقالي 10 سنين معاه، ورمضان دخل علينا اهو وبنصلي. محمد حمدي الكنفاني، اتعلمت الشغلانة دي عن والدي الحاج حمدي الكنفاني، والشغلانة اتطورت عن الأول كتير وبقى فيها كنافة شعر ومكان برضو بيعمل كنافة بلدي ومكان بيعمل قطايف وبتاع، بس برضو نرجع اللي هو القديم الأزل اللي هي الصاجة. لا أحلى طعم وأحلى يعني من اي حاجه، الحاجه القديمه اللي متعودين عليها من زمان، والحمد لله بنعمل كميات كبيره والناس على طول له اوردرات كتير فيها في الكنافه البلدي وبرده الكنافه الشعر، بس الطعم الاحلى وكده، والجوده بتاعت زمان اصلا ما تعلاش يعني، ما فيش حاجه تعلى عليها.